مكتب المجلس اسجل لهم رغم اختلافهم معي سياسيا. شعيب المويزدي انا مختلف معه سياسيا الى ابعد حد، لكني كلمه الحق اقولها، موقفه كان مشرف، كان يرفض فصل الكويتيين. عبد الله فهد كذلك، الاخ مهند الساير اختلف معه يمكن الى بالانتخابات وهو يسيء لي، لكني ما سيء، انا كلمه الحق اقولها. كلهم كانوا رافضين عمله. العم احمد السعدون رافض لانه شيء يفشل. طيب انت اذا مكتب المجلس رافض، ليش ما تروح تطبق القانون؟ المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية والمحاكمات الجزائية، كل شخص شهد ارتكاب جريمة وعلم بوقوعها، هو مو يقول تعديات مالية وإدارية، عليه أن يطلب جهة من جهات الشرطة والتحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ بعقوبة الامتناع عن الشهادة، ولا يجري هذا الحكم على خل اللي باجي. كل شهد شهد ارتكاب، كل شخص شهد ارتكاب جريمة وعلم وقوع، عليه أن يبلغ. نعم. بذلك أبو علي هو قال إن لو سمحت أبو علي، هو قال إنه يعني اتخذوا قرارات في الشق الإداري، أما الشق المالي إحنا جايين فيه. هذا كلام. خل الشق الإداري، ثلاث انتخابات كل شوي طالع لي ملف أسود ملف أسود ملف أسود، إنزين، وأنا ما رديت، وانا ما رديت، لكن انت الزمت، قلت لي انا ترى انقال في برنامجي وابيك ترد في برنامجي، حاضر تبي الرد يجيك الرد، بس يعني تحمل الرد. قانون نزاهه يلزمك وانت مؤثم وفق القانون اذا لم تبلغ، وهو الان مؤثم وفق القانون. لذلك انا علمك الشخص النظيف شو يسوي، والشخص اللي واثق من نفسه شو يسوي، والشخص اللي ملفه ابيض مثل ما قطرته بيضه، واللي اعاد الشعب الكويتي مرارا وتكرارا لنظافته. انا ما فشل ناخبيني، أنا أخطئ سياسيا، أجتهد وأخطئ، أصوت باستجواب غلط، أصوت في موقف سياسي غلط، لا أنا ماني معصوم الخطأ، لكن أنا ما فشل ربعي وناخبيني بأمرين، لا يمكن أمد إيدي على مال عام وهذا أمر يفشل، ولا يمكن أن أقوم بما لا يليق، وكلكم تعرفون شو اللي يفشل. أنا رحت طال عمرك وقدمت بلاغ إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن كل ما ذكره. أنت اللي قدمت؟ إيه يا عمي لا تكثر حكي، روح رأسا للزبدة. أنا رحت إلى نزاهة وقدمت، وهذا بلاغي، فإن المبلغ يلتمس من سيادتكم اتخاذ الإجراءات القانونية حلال ما أدلى به السيد النائب فلان الفلاني حول وجود شبهة فساد والتعدي على المال العام وإلزامه ما تحت يده من مستندات. خايف أنت تروح؟ أنا هذه بأي تاريخ أبو علي؟ هذه طال عمرك بتاريخ 14/1/2024، وهذا طال عمرك وصل الاستلام رقم البلاغ ش5/2024، تاريخ استلام البلاغ 14/1/24، الجهة المبلغ ضده عضو مجلس أمه. هذا الوصل، إذا تحط لي يا هذا الوصل، وهذا طال عمرك الكتاب، عشان لا نكثر حكي واثبت لك الكلام غلط ويحط وقيل وقال. هذا الآن خايف تروح نزاهة؟ أنا وديك نزاهة، أنا واثق من نفسي وعارف كل اللي عندي. فوقها ما عجبتك نزاهة، هذا النائب العام، بلاغ مقدم نيابة العامة. رحت النيابة العامة؟ طبعا رحت النيابة العامة. متى رحت أبو علي؟ في 16 يناير، رحت في 14 يناير نزاهة، ورحت في 16 يناير نزاهة، وقلت ولما كان السيد فلان الفلاني قد تخلف عن القيام بواجبه القانوني بتبليغ الجهات المختصة بمباشرة التحقيق بهذه الجرائم، فقد وجدنا أنفسنا تحت وطأة المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وبرا من قسمنا الدستوري أن الصد لهذا الموضوع أن نبلغ الجهات المختصة عما أعلن عنه.